أعلنت فنزويلا أنها قد وضعت سفينة إسبانية على متنها أكثر من 1200 راكب في الحجر الصحي بعد اكتشاف 3 إصابات بفيروس إنفلونزا الخنازير بين طاقم السفينة. وأوضح وزير الصحة جورج الشاير أن الركاب وهم من جنسيات مختلفة والطاقم المكون من 460 شخصا ما زالوا على متن السفينة. وأضاف الوزير أن الحالات الثلاث تم اكتشافها خلال قيام السفينة برحلتها إلى سواحل البرازيل، مضيفا أن ما زال هناك 11 حالة أخرى مشتبها فيها بين الطاقم.